هذا وقد أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن موقف مصر واضح من مجموعة البريكس، وهي تنظر إليه على أنه تجمع اقتصادي في المقام الأول، ومشددا على أنها ضد سياسة الاستقطاب. شدد وزير الخارجية على اعتزاز مصر بالانضمام إلى تجمع البريكس، والذي ينظر إليه كتجمع اقتصادي مهم جدا بالنسبة لمصر لفتح مجالات جديدة للتعاون والشراكات الاقتصادية والتجارية، ومشيرا إلى أن مصر تعول على هذا التجمع ليكون صوتا مسموعا للجنوب والدول النامية. كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجري خلال قمة بريكس العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الرؤساء لتعزيز صوت واحد يدفع في اتجاه منع التصعيد ووقف إطلاق النار والعدوان على غزة والضفة ولبنان.